زيزو اللي انضم لنادي الزمالك في 2019 لعب مع نادي الزمالك 211 مباراة في 5 سنوات. ساهم زيزو في 130 هدف لنادي الزمالك بشكل مباشر، ده التوتال الإجمالي بتاع الأهداف اللي أحرزها واللي صنعها. سجل 73 هدف وصنع 57 هدف. زيزو أصبح ثامن الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك في كل البطولات برصيد 73 هدف، يفصله هدف واحد عن صاحب المركز السابع الكابتن جمال حمزة، ويتخطى الكابتن جمال حمزة ويبقى في المركز السابع. زيزو هو هداف نادي الزمالك في الدوري آخر 3 مواسم، وكان أحسن لاعب في الدوري آخر 3 مواسم. زيزو كمان حصل على لقب هداف الدوري موسم 2021-2022 برصيد 19 هدف، 19 هدف اللي ساهم فيهم مع نادي الزمالك بالحصول على لقب الدوري. زيزو هو أكتر لاعب ساهم في أهداف الدوري المصري في آخر 5 مواسم بنسبة مساهمة وصلت ل 93 هدف. زيزو لعب 36 مباراة دولية مع منتخب مصر، ساهم في 4 أهداف، سجل هدفين وصنع هدفين. شارك زيزو في كل مباريات كأس أمم إفريقيا الماضية، كمان شارك في كل المباريات الرسمية اللي خاضها المنتخب تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريو.